أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العربي بيت للكل. هذه الحلقة مخصصة للقدس، قضية العرب الكبرى، حقيقة آلامنا وأحزاننا ومواقفنا العربية التي تتجه صوب فلسطين. رهينة الأسى، كم عانيت من ألم، أبكيك يا قدس أم يا قدس تبكيني؟ يا درب آلامنا سار المسيح به، فهدهدي حلمي بالله ضميني. إذا مشاهدين هذه الحلقة بكل تفاصيلها سوف تتحدث عن فلسطين وهذه القضية الكبرى، وأيضا نناقش مع الزملاء والضيوف في هذه الحلقة الخاصة. أهلا يا أحمد. اسمحوا لنا أيضا مشاهدينا أن نرحب في بيت للكل بأشقائنا وأحبائنا من الدول العربية، من العراق، من مصر ومن فلسطين. في بيت للكل، في بيت كل الأردنيين، التلفزيون الأردني. كما قال أحمد، القدس إنها الحق الذي لا يسقط بالتقادم، إنها الجزء الحاضر من عقيدتنا ومن حضارتنا ومن أبعادنا العربية. القدس الحاضرة في أي محفل دولي، والتي ستبقى القضية المركزية العربية لكل العرب. تمام يا لانا، زي ما قلتي. والسؤال الذي نطرحه اليوم سؤال نطرحه على أنفسنا، هل القدس ما زالت بحاجة إلينا؟ الإجابة، القدس ما زالت بحاجة أكثر من أي وقت مضى. القدس الرابضة تحت الاحتلال، الاحتلال الذي أصابها بالوجع والقهر. نعم يا شافكي، ونستغل هذه الحلقة من برنامج بيت للكل وتحديدا من العاصمة الأردنية عمان، والأردن صاحبة الوصاية على قدس الأقداس والمحافظة على وضعها التاريخي القائم بمقدساتها الإسلامية والمسيحية منذ عقود مضت ولعقود تأتي. بالتأكيد يا سلام، هذه الحلقة حقيقة التي لها يعني خصوصية لدى جميع المذيعين زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، وأكيد المشاهد العربي، لما تحمل القدس من ثنايا القلب وأيضا من آلامنا وأوجاعنا وما مرت به على عقود من الزمن، والمواقف العربية التي ما زالت مستمرة، والأصوات التي تصدح من داخل فلسطين بأن تتحرر الأرض حقيقة وتعود إلى أهلها من حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الذي عبث في الأرض فسادا. وهذه الحلقة مخصصة نتحدث فيها عن الأبعاد الدينية والتاريخية لهذه المدينة التي لها خصوصية عند جميع العالم، وإن شاء الله نقول بأن تعود القدس وتعود فلسطين آمنة سالمة بأهلها وناسها في كل ما تمر من الشمال إلى الجنوب. تمام يا أحمد. والحقيقة، ولأن برنامج بيت للكل له دور كبير، له دور كبير، له رسالة، وله أيضا رسالة تنوير لشعوبنا العربية. ونتساءل جميعا، كلنا نشاهد يوميا ماذا يحدث للقدس، عمليات من التهويد، ونرى أيضا التطرف الكبير الموجود في المستوطنات، ونرى أيضا الكثير من الحالات اليومية من الاستشهاد، من الألام التي ما زالت موجودة. الأهم والذي يزيدنا وجعا يوميا هو الانتهاك لباحات المسجد الأقصى. نعم يا شافكي، ونستغل في هذه اللحظات نرحب بضيفنا في الاستوديو معالي الوزير هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف الأردني الأسبق. أهلا ومرحبا بك معنا في حياك الله. مرحبتين فيك أخي الكريم، وأتشرف بمعية هذه النخبة الكريمة من الإعلاميين، من أبناء العالم العربي الذين نرحب بهم في بيت العرب جميعا، الأردن وعاصمة عمان. شكرا. قبل الخوض في تفاصيل حلقتنا، نتوجه وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الذي يتحدث حول البعد التاريخي والديني وأيضا الوطني لمدينة القدس وما تعانيه اليوم من انتهاكات إسرائيلية.